مساء الفل يا باشا. مساء الفل يا معلم. فاتح الكاميرا دي ليه يا معلم؟ ما باشا لا مش الكاميرا مش شغاله ولا حاجه ده عادي. طب عايز ايه؟ كنت عايز حشيش. عايز ايه يا حشيش؟ هو الصباع بكام؟ 120. الصباع 120 جنيه؟ اه. طب هو ايه اللي في ايدك ده؟ برشام. ده برشام ايه ده؟ تمول. تمول فراول. تمول؟ اه. تمام يا باشا. يعني هو طب هو البرشام بكام؟ 3 جنيه. 3 جنيه؟ اه تمام ماشي. طب ثواني كده وارجع لك بس اشوف واحد. المسابقة يا عم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز بس يا باشا حشيش. انت ماسك الكاميرا دي ليه؟ ما فيش يا باشا، الكاميرا دي مش شغالة أصلا، كنت بجرب حاجة. كنت عايز إيه؟ كنت عايز حشيش. هو صباع حشيش بكام؟ 120. 120. طب ممكن أشوف صباع ولا ممنوع أنت أدفع الأول ولا إيه؟ طب خلاص يا باشا خلاص بلاش. طب البرشام عامل كام؟ واحدة بثلاثة. تمام. طب لو خدت منك كمية؟ اثنين. تمام خلاص. تمام يا باشا.